تقرير اليونسكو اللي نشرته لما نتكلم عن نسبة جدا عالية 70% الأطفال بعمر 10 سنوات وعندهم فقر تعلم. وش المدمرات؟ وش اللي قاعد يصير يخلي هالأطفال عندهم فقر تعلم؟ وش اللي ما خليك تستوعب أكثر؟ أنت ذكرت أنه الطفل يحب يبحث، عنده فضول، يحب يتعلم، يحب يقرأ. فوش المدمرات اللي ممكن تكون موجودة احنا ما نعرفها؟ في أشياء تبدأ من الثقافة، تبدأ من المنزل نفسه. إذا أحيانا إذا ربطنا مثلا يعني القراءة بشيء محبب وجميل كوقت القصة مثلا في وقت محدد من اليوم أو قبل النوم، أنه يكون هناك قصة وسيكون فيها نوع من يعني المجالسة مع الوالدين ونوع من القراءة لهم وشيء محبب، سيبدأ الطفل بحب الكتاب وحب أن يقرأ ويتعلم. كما تعرفون يعني أحيانا تشاهد يعني إذا سافرت في الخارج هناك من يأخذ معه قصة ويستمتع بها قراءة وفهم. يعني هذه للأسف أعتقد أنها أقل عندنا كثقافة. البدائل صارت الآيباد. أي للأسف الآيباد، وأيضا يستخدم بشكل أحيانا سيء للتسلية فقط. طيب دكتور، ألعاب أو غيره. خليني ألفت نظرك لنقطة مهمة. الحين أنا أعتقد بأنه أغلب حالات فقر التعلم فيما يخص اللغة العربية، أتكلم عن القراءة، أتكلم عن النص في 80 كلمة، أعتقد بأنه الطفل عندنا من يوم يوصل 3-4 سنوات يبدأ يتعلق باليوتيوب والبرامج المخصصة أطفال، وهي يعني باللغة الإنجليزية. تلقى الطفل عمره 6 سنوات هو بارع في اللغة الإنجليزية، ولكنه يجي على جانب اللغة العربية. صحيح. هذا أعتقد أنه مؤثر كثير عندنا. جدا مؤثر، وهذه للأسف يعني أن تجد أنه الطفل يبلغ أحيانا 6 سنوات وكما ذكرت يعني منطلق في اللغة الإنجليزية، ولكنه للأسف لا يعرف يتكلم عربي ولا يستطيع بالتالي تعلم القراءة والكتابة بالعربي. فهنا للأسف يعني لغته الأساسية يعني سيكون من الصعب عليه أن يقرأ ويكتب بالعربي أو أن يتعلم اللغة العربية، وخاصة أنه مخارج اللغة العربية صعبة ومختلفة عن مخارج اللغة الإنجليزية، حتى يعني الأحرف المتشابهة مختلفة المخارج، فإذا لم يتقنها في هذه لها أثر يا دكتور؟ جدا لها أثر. يعني إحنا كما نقول الأكسنت أو اللهجة نفسها وطريقة النطق السليم لأي لغة يبدأ كثيرا من السنوات الأولى، الطفل يكتسبها بالسماع، كما يسمعها كما ينطقها. فإذا لم يتعلم اللغة العربية في السنوات الأولى سيكون صعبا عليه أنه ينطق الأحرف بشكل صحيح.